الدستور حاليا متناول اكثر من جانب، مغطي منظمات المجتمع المدني من ناحيه اداراتهم وكذلك الاعضاء في منظمات المجتمع المدني، المفوضيه العليا للانتخابات، مفوضيه المجتمع المدني، كذلك دعينا اجسام من الاحزاب ومن صناع القرار حاليا باش يكونوا موجودين، شركائنا في العمل خلال 10 سنوات كلهم كذلك كانوا من الحضور، وكذلك اعضاء المنظمه الموجودين حاليا معنا. خلال ال10 سنوات هذه الحقيقة ما كانت ضعيفة، واللي هي ديما نكرر فيها وحنعودها، وكذلك التجديد مهم، وهذه الحاجتين ولله ليبيا مش هتكون نفس ليبيا اللي عشناها احنا في السنة اللي فاتت ولا السنة. اليوم يعتبر إطلاق لمشروع المراقبة الانتخابات الوطنية وتأكيد على دور الـ HTO إن هي حتكون في ضمن العملية لتوعية الناخب وكذلك المراقبة على يوم الاقتراع اللي حيكون متزامن مع الذكرى السنوية 10 تأسيس المنظمة. دور الشباب اللي حالياً نشوف إنه هو استعاد إلى حد ما دوره، استعاد لما نشوف الشباب